أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. تقول في سؤالها الآخر: هل يجوز أخذ مال من الوالد دون علمه لأنه لا يعطينا ولا يصرف علينا وأكثر ماله يصرفه على نفسه؟ لا يجوز أخذ المال إلا بإذن صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وإذا كان يقصر عليكم في النفقة، إن كان المراد التقصير في الكماليات، فهذا لا يؤثر ولا يبيح لكم الأخذ من أجل تحصيل الكماليات. أما إن كان التقصير في النفقة الواجبة التي لا بد منها فلكم المطالبة، تطالبونه بها، فإن أبى وصار عليكم ضرر وظفرتم بماله فإنكم تأخذون قدر ما يجب لكم، قدر حقكم. لأن هند زوج أبي سفيان شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم.